الدنيا يا دكتور. بصراحه انتوا صعبه. بقول لك ايه، لو سمحت قولي هو عامل ايه؟ قلبه بيدق بيتنفس نقص يعني؟ بصراحه في غيبوبه. ايوه بيتنفس وقلبه بيدق، مش مهم اي حاجه، المهم يبقى في وسطنا يبقى معانا، المهم قلبه بيدق وبيتنفس. ايوه ما تقلقيش ان شاء الله خير. خير عبد الله اخويا ماله؟ وجع معسل ايه بس لسه حي. خير خير ان شاء الله. وانا امتى احس باللي هي حاساه دي؟ امتى احس اني ملهوفه على حد كده؟ راجل يحبني وعايزني، هو انا امتى احس ان ليا راجل اخاف عليه واتمنى انه يبقى معايا بنفسه؟ حتى لو زي عبد الله كده ما بيتحركش، هي ليه بتحبه قوي كده؟ ليه استحملت اللي فات؟ ليه كل دي عشان ايه؟ هتقعد ساكت كتير كده؟ عايز انا اقول ايه؟ اي حاجه، قول لي حاجه، اي حاجه على رأي العندليب. قول بحبك، قول كرهتك، بس قول لي اي حاجه، اي حاجه. تعرف انا اول مره احس ان انا واحده ست صح النهارده. في ايه مالك؟ اصلا انا بحب اعبر عن اللي جواي، ما بحبش اخبي حاجه ابدا. انا عارفه ان الرجاله ساعات ما بتحبش كده، بس انت عندي غير، انت ملاكي الحارس اللي بقوله على كل حاجه من غير ما افكر. قولي مبسوط؟ مالي لا أجد الرد دائما؟ لماذا أشعر أن هناك دائما شيء ما ناقص؟ كلما اقتربت من امرأة وبدأ لي الأمر أنه النهاية وإنها هي التي أبحث عنها، أجدها بعيدة كل البعد عني. أنت تبحث عن شيء لا تستطيع تعريفه، ولكنك تحسه، ترغبه، تتمناه، شيء أبعد ما يكون عن الجسد، أقرب ما يكون من الروح. أهو سكاتك ده هو اللي بيخليني هتجنن عليك. نفسي أعرف إيه اللي في دماغك. تبقى تقولي لي بقى ان انا جاي من غير ميعاد.
بالعكس انا كنت هكلمك دلوقتي. الله الله الله، ده انا على كده بقى قلبي دليلي على راي الست ليلى مراد. بتحبها انت قوي ليلى مراد مش كده؟ اه طبعا بحبها، هو في حد ما يحبش ليلى مراد؟ وبعدين دي بتفكرني بيكي. ليه انا حلوه قوي زيها كده ولا صوتي زي صوتها مثلا؟ اه طبعا حلوه زيها، وبعدين اغانيها تحس انها مكتوبه عشانك. طب بقول لك ايه، انا عايزاك جوه في المكتب شويه. تعالى. اتفضل اقعد. طب ايه يعني، مش هتقولي لي تشرب حاجه؟ ما فيهاش اكل ولا شرب خلاص يا عز. ايه ده، في ايه؟ البنك هيحجز على الفيلا بكره وانا مش عارفه اعمل ايه. انا كبيري معاهم اقنعهم ان هم يخلونا هنا اسبوع اتنين، بس اكتر من كده مش هينفع. تاني حاجه، احنا لازم ندور على مكان نقعد فيه، ولازم نحط في اعتبارنا اننا احسن واعظم ناس في البلد. انا عارف انت هتقول ايه، بس لا مفيش بس. اوعي تقولي لي ان الوقت ده مش وقت كلامي، بالعكس انا بقى اللي بقولك ان الوقت ده هو الوقت المناسب عشان نقول الكلام اللي كنا بنقوله لنفسنا وكنا بنشجع بيه الناس اللي حوالينا، ولا بقى كنا بنقول كلام مش مؤمنين بيه؟ انا تعبانه قوي يا عزت، انا مش هكدب عليك، انا لحد قبل قرار البنك كنت حاسه ان الامور سهله وبسيطه، بس دلوقتي انا مش عارفه هعمل ايه ولا هعيش فين. انا ما كنتش متخيل ان انت ضعيفه قوي كده. اللي انا فيه مش سهل يا عزت. طب ليه ما تقوليش ان ده اختبار لنفسك عشان تعرفيها على حقيقتها، تعرفي انت قد المسؤوليه ولا لا؟ وبعدين يعني والدك قبل ما يبقى مليونير ما كانش لاقي ياكل، مش الست والدتك هي اللي قالت كده؟ يعني انت تقدري تعملي قده 100 مره بس لازم تصدقي، يعني مفيش مشكله يا شهد. صعب صعب؟ لا ده انا كده بقى اتخميت فيكي، عن اذنك. انت رايح فين اقعد؟ بصراحه انا لما حبيت واحده قويه تقدر تعيش في الحياه مهما حصل لها. شهد انا لما جيت وقلت لك انا مش قدك ومش قد عيشتك ومش غني زيكم، انا ما كنتش بهزر، انا كنت بتكلم بجد، مع اني عارف ان انا مرتبي ما يجيش نص مصروفك اللي بتاخديه من والدك، بس اللي انت مش فاهماه بقى ان انا لما جيت وقلت لك بحبك كنت متخيل ان انت هتقفي معايا وتتحملي حياتي عشان نعمل اللي احنا عايزينه، ولا انت كنت متخيله ان انا ممكن اقبل ان انا اخد فلوس من ابوكي واعيش بيها؟ ينفع؟ كلامك حلو وبيطمني وبيأكد لي قد ايه انا اخترت صح، بس انت يا عزة عمرك ما تحس باللي انا فيه لان انت مش في الموقف نفسه. انا مهما كانت قوتي ومهما كانت الافكار اللي في دماغي اللي تخليني اواجه اللي انا فيه، احنا في الاول وفي الاخر انسان بيتأثر بكل حاجة بتحصل حواليه، واللي حصل ده مش سهل، صعب، صدمة ليا يا عزت. عارف انها صدمة. اقولك ايه بس، اعتبريها تجربة عشان تعرفي انت فين من الدنيا، وعشان كمان تعرفي الناس اللي حواليكي، وساعتها بقى انت اللي هتختاري مين تسقطيه من حساباتك ومين يكمل معاكي بقيه حياتك، او ان انت حتى تقيسي ايمانك بنفسك، يا اما يبقى قوي وتفضلي شاهد بتاعت زمان اللي مفيش اي حاجه تغيرها في الدنيا، او انك تكتشفي ان انت كنت بتضحكي على نفسك وانك محتاجه تتغيري فعلا. تعرف ان كلامك ده ريحني قوي، حسسني قد ايه ان انا ممكن اعدي الامور بسهوله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ايه المدخله دي؟ اخفى عليك يا بنت جليله الجدب من دول البنات، بقى ابوك مرمي في المستشفى بين الحياه والموت وانت مرميه في حضن النضع ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ انت اكيد فاهمه غلط. فاهمه غلط؟ فهمني انت الصح يا اخوي.
ناقص ايه؟ ها؟ ناقص اخش الاقيها شايل عيل على يدها؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه على الصبح؟ في ايه يا فوزيه؟ بتزعقي ليه كده؟ صح النوم يا مرت اخويا. طبعا ما انت نايمه ولا دريانه وتلاقيكي كمان بتحلمي باليوم اللي اخويا يموت فيه وتدوري تتصرمح يمين وشمال. انا هتصرمح يا قليلة الادب. بتضربي ايه؟ بتضربي ليه يا كريمه؟ عشان لسانك طويل وقليلة الادب، ولو زودتي كلمه هجيبك من شعرك واطردك طردة الكلاب. خبر ايه؟ الحقني يا اخويا الحقني، مصيبه فضيحه وعار. حصل ايه يا فوزيه؟ انا مش هقول على اللي شفته بعيني غير لما تعرف ان مرت اخويا ضربتني بالقلم. يا مرارك الطافح، ده ابوك الحاج الكبير عمره ما عملها. لا لا يا كريم، اخص عليك اخص. حصل ايه؟ اتكلم. ما قدرش اقول يا اخويا. انتي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استر يا رب. اصلي دخلت لقيت الهانم داي في حضن النطع ده وهدك يا اخرس يا خرفانه يا قلة الادب يا قلة التربيه. الكلام ده مش صح. الكلام ده ما حصلش. انت عايزه ايه؟ جنازه وتشبعي فيها لطن؟ عايزه ايه؟ عايز احافظ على شرف اخويا اللي انتم مرمطينه في الارض. لا ده انت مش عايزه الم بقى، ده انت عايزه ايه يا خبر ايه؟ ارم عيدك يا شيخه. روحي بحقنينا، ده انت فضحتينا في كل حته. هو اهدى ودخلتك علينا كانت داخله شغل، بتاخدي بناتك وتحلي عنينا. فوزيه انت اللي سوالك. اخرسي فوزيه. متاكده من الكلام ده؟ متاكده طبعا يا اخويا، شفتهم بعناي. بقول لك ايه، بقول لك ايه، احنا عايزينك يا اخويا، ودول احنا خلاص طلعناهم من ذمتنا. اذا كانت هي ولا بناتها ما تغوروا وتحلوا عننا. وانت يا اخويا يلا غور، ما عايزينش اشوف وشك هنا تاني. استنى عندك. الباشا منور والله. واه ابو علي، ايه اللي جابك يا مير؟ تعال لف اتفضل اقعد. تعال من هقعد انا؟ ده انا ما صدقت اعترت فيك. تعال تعال اقعد يا حسن. ها خير؟ عاوز ايه؟ عايزك في استشاره مستقبليه. استشاره مستقبليه حلوه دي، قول عاوز ايه. بقول لك يا خواجه. اه هتعكنن عليا ليه بس على الصبح؟ ما انت عارف اني بتضايق من كلمة خواجة دي. ما انا عارف انها بتضايقك، بتدلع عليك يا عم. في ايه؟ ماشي يا حسن يا صاحبي، قول عاوز ايه. انا عارف ان مراتك عايشة في بلاد برا. مالك بموضوع مراتي؟ ما علينا. وبعدين عايزك تقول لها تبعت لي دعوة اخلع من هنا. والبلد دي ما عجبكش فيها؟ لا عجباني طبعا، مين قال مش عجباني؟ بس انا عايز اجرب حظي برا، عايز اتمتع واعيش كده. وبعدين عايز اجرب الصنف الاوروبي. يا ما تخيبش اقول لابوك يا. طب ما تقول له، ده هيتبسط قوي. انا خبره وخبر اللي في راسه زين. صباح الفل. صباح الخير. عسل، اقصد يعني صباح العسل. ومين بقى الامور ان شاء الله؟ ده حسن ولد عبد الحكيم الصغير. هو عبد الحكيم عنده واد امور قوي كده؟ أمال إيه؟ والله الأمون مبسوط قوي إنه واقف قدام القمر. واه بتقول إيه يا؟ إيه بس يا عم إسحاق؟ أصل أنا الصراحة أول مرة أشوف واحدة حلوة قوي كده. ما تلم نفسك يالا. لم نفسي؟ حاضر نتلم، بس برضك عسل. ما تقلقيش والله بسيطة. أنت كويس بجد؟ الحمد لله. متشكرة قوي يا عزت. على إيه بس؟ يعني ان انت ما جبتش سيرت اللي حصل. الحمد لله كل حاجة عدت على خير. عارف يا عزت، انت كل يوم كده بتخليني افكر فيك اكتر من اليوم اللي قبله، يعني وبتخليني مش متخيلة ان انا اقدر اعيش من غيرك. هو انت ينفع تتخيلي حاجة غير كده؟ لا. انت ايه، هتكلمي حد ولا؟ هكلم ماما يعني افهم منها اللي حصل. طب والنبي طمنيها وقولي لها ان الموضوع طلع بسيط والجرح سطحي. حاضر ماشي.
أي يا ماما. وحشني والله. وانت كمان. بص بقى، انا لازم افرجك على الشركه بتاعتي عشان ما تقولش ان انا كنت عايز انصب عليك واخدعك. تنصب عليا ايه؟ هو مين قالك الكلام ده؟ ابوك. انا عمري ابدا ما هنسى الكلام اللي قاله لي. بس خلي بالك، ابوك ده حبسك وملجمك، كان زمانك دلوقتي ماسك السوق كله في ايدك. ولو كنت سمعت كلامي كان زماننا احنا الاثنين ماسكينه تحت بطنه. خلاص ما احنا فيها، يدخل شريك. اهلا اهلا، نورتينا. اهلا. لا يا جوجو، الكلام ده كان زمان، لكن دلوقتي انا لا يمكن اقبل اني اشاركه. لا ده انت قلبك اسود قوي. لا انا ولا قلب اسود ولا حاجه، بس انا مش هقدر اشارك اللي سابني في نص الطريق وبعني. غصب عني يا صاحبي. كان ممكن تسيبه يا مروان وتقوله ان انت مش عايز فلوسه، بس انت طول الوقت بتحب المضمون، عشان كده على طول بتخسر. جوجو، مش هقولك بقى ان مروان ضيف عزيز علينا، هخلص المكالمة دي واجيلكم على طول. البيت بيتك. نورتنا. هو هيتأخر ولا ايه؟ قولي بقى، ما جبتش معاك مراتك ليه؟ اصلا انا جاي هنا عندي شغل. ولا مش عايز حد يتعرف عليها؟ سمعت انها قريبتك، قولي بقى هي خريجة ايه؟ عرفت منين يا جمانة؟ وحشتني ايام زمان، سألت عليك ودورت وراك، كنت عايز اعرف اخبارك. احنا مش كنا اصحاب ولا ايه؟ انت مرتاح مع سليمان؟ قوي. هو حد كويس. انا على فكرة مش قصدة ضايقك خالص، انا بس مستغربة انك لحد دلوقتي ما تغيرتش. بقولك ايه، انت هتتغدى معنا النهاردة. انا مش عايزة حاجة من حد، وكمان مش عايزة حد يقعد معايا. يا ريت تتفضلوا كده من غير ما ترد، كل واحد يروح لحاله. وانتوا منك ليها. من هنا ورايح، لا عم ولا عمه ولا مرات عم، ملكوش في الدنيا دي غير ربنا وعبد الله ولو بس. خبر ايه؟ تحت موتينا واحنا لسه فينا النفس. ما اسمعش صوتك يا وليه، انتي والعقربه اللي معاكي دي. تصدقي بالله؟ لا اله الا الله يا عبد الحكيم. محمد رسول الله. انا لولا ماسك نفسي كنت حشيت راسك انت وبناتك. ليه؟ بهايم ولا فراخ؟ وبنتك اللي مشيت برضك حقتلها. قسما عظما، يوم ما تفكر تلمي الشعره من بناتي لكن مولعه فيك وفي دارك وفي عيلتك كلها يا عبد الحكيم. سمعتني يا عبد الحكيم؟ هتسوي راسك براسي يا كريمه؟ انا بتحداك يا وليه لامي اللي زيك تقول يا حيطه داريني. ما تخفي بقى شويه، ساكتلك من الصبح عماله تقوميها حريقه في ايه؟ شفت؟ عشان ما اقول لك ما فيش ربايه ما تقوليش ظلماهم. يلا يا اخوي، يلا يا اختي، كفايه قله قيمه ونجاسه. النجاسه دي تطلع منك انت يا بارغه يا عرة النسوان، ياللي مش لاقية كلب بلدي أقرب يشمك ولا يعبارك. قلتي إيه بقى؟ شايف؟ أنت سبب في كل ده يا عبد الحكيم. مش ناقص كمان غير إنك تضربيني بالشبشب. أنا مش قاعدة في البيت ده ولا دقيقة. ولا أنا. بالسلامة والقلب دعيلكم. اللي عملتيه ده مش هيعدي على خير يا كريمة. هتعمل ايه؟ هتضربني بالنار؟ اسمع بقى لما اقولك، لو كنت بتعمل كده عشان ما نطالبش بحقنا يبقى الباب اهو يفوت الجمل ومع الف سلامه. حقي وحق عبد الله وحق بناتي هناخده من حباب عينيك يا عبد الحكيم.
ملكوش حق عندي. لا لينا ولينا كتير قوي يا عمي. احنا عارفين اللي لينا بالمليم، واوعى تكون فاكر ان احنا بنات مش هنعرف ناخد منك حق ولا باطل. انت تبقى غلطان. ايوه ايوه طلعوا اللي في جيفكم يا بنات اخوي. لا ليك كلام معاهم ولا عليهم، كلامك يبقى معايا انا وبس. الكلام خلص خلص. انت بقى لسه تلميذ ولا كبرت؟ بتتريقي مش كده؟ لا بس حبيت افوقك شوي. لا انا فايق كويس قوي، بس انت بقى خدي بالك، عشان انا صحيح ابان لذيذ ولطيف، بس طريقي كله نجر. ماشي يا سكر. الله حلوه قوي سكر دي. تعرفي ان انا كان نفسي حد يدلعني من زمان. ده انت قديم قوي. طب ما تعملي صيانه وتعيدي البرمجه، يمكن تكتشفي اللي محدش اكتشفه. ده انا هفضح امك النهارده. ايه ده انت مين؟ هات اللي خدته. يلا خدت منك يا بنت انت. يلا غوري. اغور ايه؟ ده انا جايه بقى النهارده ومشعشعه معايا، اوديك في 60 داهيه. روحي على شطره شوفي مين ضحك عليكي، وما ترميش بلاكي على الناس. انت عايزه ايه؟ روحي اطلعي بره. لا انا مش هطلع بره غير لما اخد حقي منه. حقك في ايه؟ ما تقولي حقك في ايه. انا خدت منك حاجه، ليكي عندي حاجه، ولو ليكي عندي حاجه بتاعت ايه؟ تمن ايه يعني؟ فهميني عشان ابقى فاهم والناس كلها تعرف. اه يا واطي انت كده بتغلطي وهتودي نفسك في 60 داهية. بس انا عشان ابن ناس ومحترم مش هعمل معاكي الصح. اتفضل يا شاطرة. انا برضو قلب ابيض وطيب، وعارف ان الفجر والحوجة يعملوا اكتر من كده. هي مش غلطتك انت، غلطتنا. بس خليك فاكر عملتك دي علشان وحياة ابوك ما هعديها لك. احنا كنا بنقول ايه؟ اصل مصر دي غريبة قوي يا مدام دليدا. معقول في ناس بتنمي بلاها على البلاء مين كده؟ طب وحياتك انت؟ انا عمري ما شفتها ولا عرفتها ولا ليا اي علاقة بيها. دي حاجة غريبة جوا والله. تعرفها من امتى؟ يا مدام دليدا بقولك عمري ما شفتها ولا عارفها ولا ليا اي. بقولك تعرفها من امتى؟ من شهرين بس. شهرين؟ يعني مستجدة يعني. وانا فاتحها مدرسة. هو انت عايز تاكل وتشرب ما تدفعش الحساب؟ حد قال لصاحب المحل ان ما ياخدش فاتورته اول باول. هو الاكل الاول ولا الحساب؟ يا مدام دليدا في حاجات كده لازم تتحسب وتتظبط عشان ما تخسريش. يا لهوي تصدق زي ما يكون قاعده قدام عبد الحكيم بالظبط. واه واه انا ابويا عليه فلوس ولا ايه؟ لا يا حادق، هنا الدفع قبل الاكل. نظام حلو برضك. يا مراري الطافح، ده الغلب ده، ده هيفضحونا. بس هقول ايه، احنا اللي غلطنا وسبناهم كده على حل شعرهم. البنات ولا همهم حاجة ولا في مخهم حاجة خالص. طب قسما بالله وحياة المصطفى، إلهي دمي يسيل زي النيل وما حدش يعرف يلمه. أنا شفت البت وهي في حضن الواد. خلاص كفاية منك ليه؟ كفاية. ما خلاص عشان انت طول الوقت تغلطني وتقول اني غيرانة من كريمة. طب صح انا غيرانة، فوزية كمان غيرانة ليه؟ شفتي يا اخويا لسانها؟ شفت لسانها اللي عايز قطعه؟ شفت كيف بتفكر؟ ودلوقتي يقولوا ان انت كنت عاوز تكتري البيت بعد ما شفتها مع الواد، والف من حيصدقهم. الهي ما توعي يا كريمه، الهي ربنا ياخدك انت وبناتك قادر يا كريم. يا رب. جمانه ايه رايك في التقرير اللي كتبه قسم التسويق النهارده؟ انا شايفه ان القسم ده كله لازم يتغير. فوره. حرام عليك. ايه حرام عليك؟ التقرير مش منطقي خالص ومش بتاع ناس عايزه تشتغل. احنا عاملين احسن قريه سياحيه في مصر كلها، والاسعار اقل من اي مكان تاني. يعني مفروض ان المندوبين ينزلوا ياكلوا السوق اكل، مش كل اللي يجيبوه 10%. بس هقول لك حاجه، انا من بكره هنزل بنفسي وهوريك هقدر اعمل ايه.
عشان تعرف ان انا مش متجنية عليهم. شايف يا عم مروان؟ جمانة بقت بيزنس وومن قد الدنيا. والله بقت خايف تشوفني اساوي كام وتبيعني. ولا مليارات الدنيا تيجي جنبك حاجة يا سليمان. انت مش عارف انت ايه. ايه؟ انت الراجل الوحيد اللي عرفته في حياتي عارف هو عايز ايه. اما الراجل اللي مش عارف هو عايز ايه يبقى صدقني مش راجل. ولا ايه؟ مراتك بنت عمي. الو. ايوه يا زينب. في ايه؟ عمي في المستشفى. طب طيب ما تخافيش يا زينب. انا جاي. ما تخافيش. ايدي. خير يا مروان؟ في هو عمك حصل له حاجه؟ ما اعرفش. لازم نروح له دلوقتي. طيب احنا لازم نيجي معاك. يلا نروح معاك. استنوني اجيب الشنطه بس. اوكي يلا. هو ده اللي حصل. واطي ندل عايز ضرب الجزم عشان انتي بنت خايبه. ما انا بقى بصراحه استجدعتك وقلت مش همشي من هنا غير لما احكي لك على اللي حصل. يمكن يعني تعرفي تاخدي لي حقي منه. حق؟ حق ايه يا ام حق؟ انسي ليه كده بس يا ست دليده. انت بنت انت هبله ولا ايه؟ بصي ما تبصيش للي حصل. الواد ده طلع انصح منك، خد منك كل اللي هو عايزه، وانت اللي لبست الليله وطلعت منها على الفاضي. صح؟ بصي يا حبيبتي المهنه دي حكى عليها بت. لا لا ولا حاجه. يا بت اسمعيني وانت ساكته وخلي بالك، انا قاعده بس كده معاكي عشان صعبت عليا وعشان بتفكريني بنفسي زمان ايام انا كنت كده هبله زيك. طيب خلاص قولي وانا سامعاكي. احنا وقفنا عند ايه؟ عند اصول المهنه. بصي بقى يا اختي، المهنه دي مخي داير، عقل منور، عشان تفهمي منها البني ادمين سواء رجاله ولا ستات. بس خلي بالك مش كل اللي انت هتكسبيه فلوس. في ناس هتاخدي منها علاقات، وفي ناس هتاخدي منها معلومات، وفي ناس بقى يا اختي لما مؤاخذه مش هتطلعي منهم غير بالقرشين بتوع الليل، ودول بقى ما تركزيش معاهم قوي. طب والنبي ما تعلميني. اعلمك ايه يا بت؟ خلاص انا بخ اعتزلت المهنه من زمان. انا زي ما انت شايفاني كده دلوقتي سيده اعمال. طب وفيها ايه يعني؟ ما تعملي مني انا كمان سيده اعمال. صعب؟ لا والله مش صعب، ده انا شاطره وبفهم بسرعه. لو كنت صحيح شاطره ما كانش واد زي ده ضحك عليكي. معلش اعتبريني كنت لسه بحبي. خلاص احطك تحت الاختبار. وصدقيني هجيب مجموع. لا يا اختي انا مش فاتحه هنا مكتب تنسيق، انا هنا يا طب يا الشارع. وحياتك عندي لا افتح اكاديمية. حالته صعبة قوي، نقلوها للإنعاش. طيب خلاص هاتي. طمني يا دكتور، بابا كويس مش كده؟ كويس. رد عليا. البقاء لله. ريتال ما بتردش.
ولا زينب. استر يا رب. الو، ما بترديش ليه يا زينب؟ ايه بتقولي؟ ايه تقول يا مروان؟ ايه؟ مات ميتة. لا اله الا الله، لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. فين يا عبد الحكيم؟ خبر ايه يا عبد الحكيم؟ مما؟ انا لله وانا اليه راجعون. عبد الله اخوي مات. يا الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا مر يا عبد الله، يرحمك يا مريم، الله يرحمك يا عبد الله ويكسف عمرك يا كريمه زي ما قصفت عمرك يا كريمه. ما تنطق ما تكلمك يا عبد الله، لا اله الا الله، يا مريم يا عبد الله، يا مرك يا مرزي، الله يرحمك. ما لحقتش اتهنى بيك يا اخويا، سبتني ليه يا اخويا؟ يا ولد امي وابويا، سلام وشقيقي عليه الكف، اخويا يا شقيقي برميش عليك الطرف. قتلت الكريمه يا عبد الله. يا حبيبي يا اخويا، الله يرحمك يا عبد الله، انت كنت حنينه عليا يا عبد Ha 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 ha!